مشاهدينا، الابتعاد عن الأطعمة الدسمة يسبب حالة من الاكتئاب، هذا ما خرج به مجموعة من الباحثين حين أجروا دراستهم التي أكدت أن الضيق والاكتئاب له علاقة بالحرمان من الطعام. إذا مشاهدينا، الزميلة رغدة السليماني أعدت لنا تقرير يشرح العلاقة بين الغذاء الدسم وبين الحالة المزاجية أي السعادة. خلينا نشوف هذا التقرير ونتعرف أكثر على هذه العلاقة. أكدت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون كنديون أن اتباع نظام غذائي صارم يجعل العديد من الأشخاص الخاضعين للحرمان من وجباتهم المفضلة يشعرون بالضيق والاكتئاب، حيث يسبب الاستغناء عن الأطعمة الدسمة في تغيير بعض الأنشطة المتعلقة بالسعادة في المخ، وهو ما يجعل البعض يواجه صعوبة في تحمل هذه الأنظمة. الباحثون بجامعة مونتريال الكندية أشاروا أيضا إلى أن مشاهدة أشخاص آخرين يستمتعون بالوجبات الدسمة المحببة والمليئة بالسعرات الحرارية تكون كافية لجعل الخاضعين لأنظمة الرجيم يشعرون بالاكتئاب والضيق، كما أن التخلص من نظام غذائي عالي الدهون يؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية فعلية في المخ، والتي يمكن أن تجعل الناس يدخلون في حلقة مفرغة من تناول الطعام بصورة أقل. كما أكد الباحثون بأن القيام بنظام غذائي صارم أشبه بانسحاب المخدرات من الجسم. لبرنامج سيدتي رغدة السليماني، جدة. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. تابعنا مع بعض هذا التقرير وللحديث أكثر ومن جانب اختصاصي عن هذا الموضوع، اسمحوا لي أرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو أخصائية التغذية أستاذة مها غراب. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذة مها. تابعنا مع بعض هذه الدراسة، بس إحنا كيف ممكن نربط بهذه الدراسة بعلاقتنا إحنا الواقعية بالغذاء؟ الدراسة يعني التغذية مهمة في جميع المراحل وجميع الناس، ما نقدر نقول انه احنا ممكن ما نكون مهتمين بالتغذيه لسبب ما. حتى الناس اللي بدهم ينزلوا وزن او انه عندهم مشاكل صحيه، ان كان مرضى القلب او مرضى السكر، بيحتاجوا يتغذوا تغذيه صحيحه. فالتغذيه الصحيحه تشمل على المجموعه الغذائيه الخمسه اللي هي النشويات والبروتينات، الفواكه والخضروات والدهون. الدهون يعني موجوده في المجموعة الغذائية أو الهرم الغذائي اللي كانوا زمان معتمدينه. الآن ما صاروا يعتمدوا على الهرم الغذائي، صاروا يعتمدوا على الهيلثي بليت. الهيلثي بليت صار مقسم لأربع أقسام: البروتينات والنشويات والفواكه والخضروات والألبان خارجة. لكن الدهون الموجودة في الأكل وغالبا بتكون موجودة في البروتينات أو موجودة في الأشياء الثانية، ما يعني لها علاقة بالحالة النفسية. نعم لها علاقة بالحالة النفسية. التغذية الصحيحة بتعزز الحالة النفسية، التغذية الصحيحة بتعطي جسم صحيح وصحة كاملة، والعكس صحيح. والعكس صحيح. الآن إذا نركز على الدهون وعلاقتها بالاكتئاب أو عدم الإحساس أو عدم الانبساط، هذا طبعا صحيح، ولكن هل نركز على نوع من أنواع الدهون؟ الآن الدهون، بس ناكل دهون بتشتغل جوة الجسم على كأنها on و off زي السويتش حق اللايت. لما بتاكلي دهون بتعطي بيرتفع نسبة الليبتين اللي هو بروتين جوة الجسم، بيعطي إحساس للجسم أنه أنا بأكل كويس ومبسوط، يعني في ساتايتي وفي فولنس اللي هو التشبع والإشباع. لما ما ناكل يعني ما ناكل نوع من انواع الدهون، بيصير دائما في نهم على اني اكل زياده. صحيح. زي الناس اللي بيسووا رجيم ورجيم قاسي. انا كنت لسه حسألك على موضوع الرجيم، لانه في ناس عندهم زياده وزن. نعم. لازم يتخلصوا من هذا الوزن كمان عشان صحتهم. صحيح. فبالتالي الناس دول كيف يتصرفوا اذا هم فعلا ما يقدروا ياكلوا اشياء دسمة؟ فلازم نتعرفوا على انواع الدهون. الدهون أكثر من نوع، في نوع مشبع ونوع غير مشبع. النوع المشبع غالبا بيكون الترانس فاتس
والدهون المهدرجة اللي هي هذه اللي هي مصحية، هي اللي بتسبب على القلب والشرايين أمراض القلب والشرايين، وبتزيد الوزن وبتزيد السمنة لأنها ما بتساعدنا على تنزيل السمنة. الدهون المشبعة موجودة مثلا في دهون الحيوانات، موجودة في الزبدة، في السمنة، موجودة في الدهون اللي هي المهدرجة اللي الآن هذه صارت يعني من أهم الدراسات اللي عليها بيخافوا منها. ليش؟ لأنها صناعية تصنع في المصانع اللي بتنضاف على البسكوتات وعلى الكيكات المصنعة، مش اللي احنا بنسويها في البيت. فهذه الزيوت المهدرجة هي اللي نخاف منها لأنه ممكن تدخل في الأوردة وفي الشرايين وفي القلب وبتسبب تصلب شرايين أو جلطات لا سمح الله. العكس صحيح، الدهون الجيدة، الدهون الجيدة اللي هي بتحسن من الحالة النفسية وبتحسن من الشعور بالشبع، ومثلا زي اللي موجودة في الحميات اللي هي على البحر المتوسط، حمية البحر المتوسط ايش بياكلوا؟ بياكلوا زيت زيتون وخضروات وفواكه وحبوب كاملة، وفي نفس الوقت بيستمتعوا، يعني الأكل ممتع، ما هو أكل إني أنا حاسة إني أنا ماني مستمتعة فيه. صحيح. الزيوت الجيدة أو الدهون الجيدة نوعين، اللي هي احنا نسميها فاتي اسيدز او احماض دهنيه. في متعدده الرابطه وفي رابطه واحده اللي كان سامعين فيها الاوميجا 3 والاوميجا 6. الاوميجا 3 معروفه لانه صار الناس ياخذوها سبلمنتس كثير عشان الذاكره، عشان الذاكره وعشان القلب والشرايين. طب موجوده في الاسماك، موجوده بكثره في الاسماك والاسماك الدهنيه، الماكريل، التونه، السالمون، الكنعد، حتى الشعور، هذه كلها موجود فيها الاوميجا 3. الاوميجا 3 موجود كمان في بعض الدهون اللي هي الزيوت اللي احنا نستخدمها في البيت، زي الاوميجا 6 كمان موجوده في الدهون اللي هي زي الكانولا اويل، الفلاكسيد اللي هو بذرة كتان، بذرة الزيوت المكسرات الغير محمصة وطبعا الغير مملحة، والبذور، هذه كلها فيها دهون جيدة تعطي زي ما قلت تشبع وإشبع، فبالتالي بتحسسني أنه أنا أكلت، مو أني أنا حارمة حالي مبسوطة وطاقتي مرتفعة أوريدي ما هي نازلة. والدهون فيها خلينا نتفق أنه 1 جرام من أي نوع دهون بيعطي 9 سعرات حرارية، فبالتالي أنا إذا أخذت كميات كبيرة منها طبعا حيزيد وزني. لكن لو أخذتها بشكل معتدل وبشكل ذكي خلينا نقول، بندخلها في خلال التغذية اليومية من فطور وغدا وعشاء، بحيث أني أنا أفطر مثلا ممكن اللي هي فواكه عليها رشة مكسرات غير محمصة غير مملحة، نفس الشيء في السلطة، السلطة أدخل فيها أفوكادو، نفس الشيء في العشاء ممكن أكل سمك مشوي وهكذا، يعني أدخلها في أكلي اليومي. طيب دام إحنا بنتكلم على الحالة النفسية عموما، هل كمان أني أنا أحرم نفسي وقت ما أنا أبغى أسوي رجيم مثلا، أحرم نفسي حتى أني أنا أشاهد أحد بيأكل أكل دسم بدام الموضوع نفسي؟ طبعا لما تحسي بالحرمان حتحسي أنه شيء غلط بيصير حواليك، وحتحسي هم اللي غلط أكيد طبعا، فحتقعدي تدوري على الشيء اللي أنت تحبي. والعين تشبع قبل يعني صحيح. لازم أنا أكون مبسوطة يعني باللي حواليا، فلما احس اني انا بشوف اللي حواليا بياكل شيء انا حاسه اني بدي اكله، ما يمنع اني انا ادوق، ما يمنع اني انا اشاركه، بس يكون عندي وعي، يعني ارفع نسبه الوعي اللي عندي انه انا لو بدي انزل وزن لازم ما اخذ سعرات حراريه كثيره، اكل دهون زي ما قلنا زي زيت الزيتون مضاف هي من كمان من الاشياء اللي اوميجا 3 اضيفها على اكلي، بحيث انه زي ما قلت تديني تشبع واشبع، بس ما تحسسني اني انا والله بسوي حاجه غلط. كمان عشان بس تدخلي في مرحله في الدائره اني انا بعمل شيء غلط واحرم حالي، حتلاقي نفسك بتدوري على الاكل بشكل غير مباشر. صحيح. طيب بالنسبه احنا تكلمنا انه نوعيه الغذاء لها تاثير مباشر، حضرتك ذكرتي انه لها تاثير مباشر على مزاج الانسان. نعم. طيب نسبه هذا التاثير قد ايه؟ هل هو فعلا تاثير كبير على الحاله المزاجيه؟ طبعا اكيد لها تاثير جدا كبير. اذا مثلا في انسان، في ناس بيقرروا انهم ممكن يسووا رجيم وما ياكلوا طول اليوم ويقعدوا على وجبه واحده، طب هو الحرمان ولا هو نوعيه الغذاء؟ هو يعني ممكن انه زي ما تفضلتي وذكرتي انه ممكن مجرد اني انا اشاهد الناس بتاكلوا انا لا، ده بياثر علي. ولا نوعيه الغذاء؟ نوعيه الغذاء اللي انا باكل لازم اختاره باختيار جدا جيد، زي ما قلت الاويرنس ليفل، الوعي لازم يكون عندي عالي، يعني انا بدي اكل وبدي
استمتع بس ما بدي ازيد وزن، فاكل الاشياء اللي انا احبها وفي نفس الوقت ما حتزيد وزني، واتعرف لازم اتعرف على الاكل اللي هو قليل في السعرات الحراريه والدهون الجيده اللي هي يعني لو نبغى نختصرها خمسه اشياء: الشوكولاته الداكنه الدارك شوكليت، الافوكادو، الحبوب الكامله، وزيت الزيتون والزيتون، مكسرات البذور. الخمس الاشياء هذه لو دخلتها في كل وجبه ما ححس اني انا يعني محروم، وحتشبعني بالنظر وتشبعني بالشهيه. يعني زي ما حضرتك تفضلتي قلتي انه لازم يكون عندنا يعني درجه عاليه من الوعي، بس مو كل الناس عندهم هذه الدرجه، في ناس نفوسهم ضعيفه، الشكل بيغريهم، الرائحه بتغريهم، يعني كيف ايش يعملوا؟ كيف يتصرفوا عند لحظه الضعف وهي كثيره جدا؟ ممكن يتدربوا عليها بالتدرب، فممكن حتى لو حسوا ان هم حابين ياكلوا حاجه معينه ما في مانع، زي ما ناكلوا شيء بسيط منها، بيدربوا حالهم يوم على يوم، لا يصير حرمان مفاجئ او لا يصير تغيير مفاجئ، التغيير المفاجئ بيؤدي الى احساس انه انا دائما يقول السبت حنسوي رجيم، السبت حنسوي رجيم. ما ادري ليه مرتبط في السبت رجيم، ما اول لا عشان الاربعاء والخميس دائما بنسوي احنا اللي العوازيم، فهي فكره. انا ما احب استخدم فكره اني انا حامل رجيم او انا بعمل دايت، ما احب هذه الكلمه. انا دائما احب افكر انه حياتي صحيه ولا مو صحيه، اكلي صحي ولا مو صحي. في عده اسئله ممكن اللي يبغى يبدا صحيح ويعود حاله عليها، يبدأ يتحرك أو يغير شوية شوية عشان لا يحس بحرمان، عشان لا يحس إنه هو بيعمل حاجة عكس الناس. يعني مثلا ممكن يكون فرد في عائلة كل العائلة بتاكل عادي وجبة كاملة اللي هو أكله لحاله، طب ليش ما يأكل مع العائلة دي بس يقلل الكمية، أو يتفق مع اللي بيسوي الوجبة الأم أو الطباخة إنه أنا ممكن تسووا لي فيها بطريقة يعني أقدر أكلها، مو تكون جدا يعني مستفز انه هو بياكل عكس الناس ولا غير الناس. فالتعود البسيط والتدريجي مطلوب، والمعرفه الواضحه انه انا باكل صحي غير صحي. في طريقين، يعني حتختاري واحد منهم، زي الاطفال لما تعوديهم من صغار انت تاكل اكل صحي ولا اكل غير صحي، فيتعود شويه شويه. حتى الكبار دائما في الحفلات وفي المناسبات اكلنا اصلا غير صحي يعني غالبا، بس بيكون موجود اشياء صحيه احنا ما بنختارها، فممكن اكل من الشيء اللي مو صحي شويه واكمل وجبتي بالخضروات بالسلطات بالفواكه علشان احس. هو بالتاكيد يعني حضرتك قلتي كلام سليم 100% انه ارتباط الغذاء بالحاله المزاجيه، لانه في كثير من الاحيان انه لما نزعل كثير بناكل ولما ننبسط كثير كمان بناكل. فبالتالي كيف ممكن نعيش يعني بشكل مجمل ومختصر، كيف ممكن نعيش حياة غذائية سليمة وصحية؟ أنا دائما أنبه على النوم المبكر، الصحيان المبكر، الفطور أول ما نصحى حتى لو على كاسة موية وحبة فاكهة فقط كبداية يوم، كاسة موية معصول لها ليمون وحبة فاكهة، بعد نص ساعة الفطور. الفطور ممكن يشمل كل شيء، كل شيء أنا أبغى أكله، نوع من أنواع البروتين، نوع من أنواع الكربوهيدرات، نوع من أنواع الخضرة ما يمنع كمان من في الفطور، نفس الشيء في الغداء ونفس الشيء في طبعا. أحرص إني آكل ثلاث وجبات كبيرة وثلاث وجبات صغيرة. اللي يأخر وجباته واللي يلغي وجبة واللي يأكل واحدة وجبة هو حيحس إنه عامل حاجة وبيضر نفسه، بضر صحته. صحيح. لأنه القلب، الشرايين، الكبد، الكلى كلها أعضاء بتحتاج إنزيمات وهرمونات موجودة في التغذية. العناصر الغذائية المهمة هي اللي بتعطينا الصحة الكاملة، بس ينقص عنصر من العناصر بتتأثر عندك الصحة. هاي أستاذة مها أخصائية التغذية كنت معانا وأضفتي لنا نصائح إن شاء الله كلنا يعني نمشي عليها ونمشي على غذاء صحي بإذن الله. استمتعت بوجودك. أهلا وسهلا بك. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير نعود من بعده متابعة سيدتي ولكن مع ميسة في الإمارات ومواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. من وسيلة سريعة لنشر أخبار النجوم، مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى قرصنة وانتحال للشخصية.